مشاهدينا، والآن نفتح الصفحة الأولى من ليلتنا، فماذا نجد؟ رئيس تحرير جريدة السياسة الصحفي المعروف الأستاذ أحمد الجار الله. حكيم، هل سيتحدث عن السياسة يا ترى؟ لا أعتقد ذلك، لن يتحدث عن السياسة. ترى ماذا سيقول أبو مشعل؟ على فكرة أبو مشعل، مشاهدينا، تفاجأ عندما عرف أن الكلمة ستكون بعيدا عن السياسة. وحلاوة الكلمة إذن بمفاجأتها ستكون طبيعية وبدون تكلف. الأخوان في التلفزيون أو معدي برنامج ليلة خميس فعلا فاجأوني. أنا شخصيا أتحدث دائما بالعمل السياسي، بالقضايا السياسية السخنة، لكن فجأة فوجئت أني أمام شيء آخر. هذه المرة طلبوا مني أن أتحدث فنيا، طلبوا مني أن أتحدث عن قضايا فنية اللي هي محتوى البرنامج الأسبوعي ليلة خميس. فعلا ما كنت مستعد، لكن دائما كإعلامي وكصحفي عندما أتصفح صفحات الفن وقضايا الفنية أو القضايا الاجتماعية في جرائدنا اليومية أو في الصحافة الأسبوعية، أجد أن فيما يتعلق بمنطقة الخليج وشبه الجزيرة علينا أن نخلق نوعا من الدمج في العمل الفني. في برامج مثلا بشوفها أنا في التلفزيون السعودي، في التلفزيون البحريني أو الإماراتي أو العماني والتلفزيون الكويت، هذه البرامج الرمضانية دائما لو خلق منها عمل مشترك، خصوصا أن البيئة الاجتماعية بيئة مشتركة، بيئة تقريبا متقاربة وموحدة. لو انخلق منها برنامج شبه موحد أو مدموج، أعتقد أنه سيكون له مردود جيد. علاوة على أن المنطقة هنا لماذا لا تكون منطقة لقاءات؟ يعني لجينا مصر وجدنا عندهم مهرجان التلفزيون، مهرجان الأغنية، مهرجان الإذاعة، عدة مهرجانات يعني بتخلق أجواء وبتخلق نوع من الترابط وبتجمع الفنانين مع بعض. ماذا لو كان في منطقة الخليج شبه الجزيرة نوع من هالمهرجانات هذه، وليكن مكانها مثل البحرين أو تكون مكانها مثل الإمارات، باعتبار أن البلدان هذه مستعدة لها، أو حتى مثلا عمان أو حتى الكويت. أعتقد نوع من المهرجانات هذه راح تكون مفيدة للفنان الخليجي ومفيدة للفنان القادم لنا من دول مجلس التعاون، من دول الدول العربية أو حتى من دول أجنبية. إذن يجب أن يكون هناك نوع من المهرجانات بدول مجلس التعاون للفنانين، فنانين دول مجلس التعاون، وتكون لهم اختلاط مع الفنانين العرب أو حتى مع الفنانين العالميين. أعتقد منطقة الخليج وشبه الجزيرة لو انخلق فيها النوع من البرامج أو المهرجانات أقصد ستكون مفيدة، إلى جانب ضرورة الدمج للفن الخليجي ليدمج، لتكون هناك القصة اللي تحدث بالمملكة العربية السعودية أو تحدث في الإمارات أو تحدث في البحرين أو تحدث في الكويت. أعتقد أنها نفس القصة، نفس الحوادث، نفس الظواهر الاجتماعية اللي بتعيشها المنطقة. أعتقد كثير منها حتى فيما يتعلق بالجانب الكوميدي أو الجانب المضحك في بعض المسلسلات أو الروايات، أعتقد أن إذا تعملت مشتركة
يعني ستكون ستكون جد غنية. لو رجعنا لبعض المسرحيات الكويتية وجدنا أن بعضها انتقل الفنانين للحالة اللي عليها في دول مجلس التعاون. يعني لو رجعنا أذكر تمثيلية سواها حسين عبد الرضا عن عن ما أذكرها عن سوق المناخ وكذا، وجاب ما تجار من دول مجلس التعاون. ولو وجدنا شفنا الدمج في 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 هذه التمثيلية لوجدنا أن يعني حتى أسلوب الإلقاء والأسلوب اللي طرح أيضا كانت يعني مقبولة لدى الجميع. إن جيت في السعودية أو إن جيت في الكويت أو إن جيت البحرين أو أي دولة ثانية، أعتقد هذا النوع من الدمج في الفن الخليجي راح يعطي قوة. وفي نفس الوقت لا بد أن تكون منطقة الخليج شبه الجزيرة موقع لكل المهرجانات الفنية في اللي هي موجودة في دول العالم. يجب أن تكون موقع المهرجانات، لأن هذا راح يقوي فنها وراح يقوي ممثلها وراح يقوي يمكن حتى كاتب القصة فيها. وأعتقد أن هذا الشيء اللي أنا أردت أن أقوله، وشكراً.